فهد طباع ناشط على مستويات عدة، حالم ومصمم ومنفذ لعدة مشاريع فنية. أنجز في العام الماضي الكثير من الأعمال الفنية والخيرية والإبداعية، أهمها كرنفال الميلاد الذي جال على كنائس البقاع موزعاً الفرح والهدايا، مشروع المخلص في زمن القيامة وغيرها الكثير. إلا أن أهم إنجازاته كان إعداده وإخراجه وإدارته لمهرجانات عنجر الدولية، في حين أن كافة مدن البقاع العريقة في المهرجانات كبعلبك وزحلي قد ألغت مهرجاناتها خوفاً من الأوضاع الأمنية.